لنا قرارات اقتصادية متكاملة خلال الفترة اللي فاتت والفترة القادمة، وكان أهم ما يميزها التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي. وطبعا تم إصدار تلك النوعية من الشهادات الجديدة اللي هي بالدولار عشان نستهدف مدخرات المصريين المغتربين للخارج، وأيضا مدخرات المواطنين داخل البلاد بالعملات. طيب ده بينعكس على المدخرات داخل البنوك المصرية اللي بتوفر عامل الأمان، وكمان بتوفر عائد استثماري مناسب جدا في ظل معدلات تضخم عالمية ومحلية، ونقدر نحافظ على القيمة من خلال الشهادات دي. وهنا كمان تقدر تقول ان استراتيجية البنك المركزي بتدعم التخفيف من حدة الضغط على العملة المحلية وتوفر حصيلة دولارية، وكمان بتستهدف القضاء على السوق السوداء اللي معاه بيخفض تكاليف تدبير العملة والوصول لسعر صرف موحد جوه البلد، وده كمان بيعزز معانا معدلات الشمول المالي، وبالتالي تدعيم أسس الاقتصاد الوطني. طبعا ده هيأثر مع حضرتك على سعر الدولار، ان على الاقل هيثبت مش هيزيد. انت بتقدر السوق السوداء بتوفر عندك حصيلة دولارية، وبالتالي هيخفف الضغط من العملة، وبالتالي هيروح لان احنا نقدر نثبت او يتم تثبيت سعر الدولار، واحتمال كمان ان هو ينخفض داخل البنوك نتيجة لتوافر حصيلة دولارية كويسة جداً.